انت هتسرق ورد؟ على فكرة هاني ده ورد مش بطاطا على ورقة الجنون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم أيوة، بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. أني إلا أني اسمها أني ما أنا أنا الأمير محمود سليمان، أمير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. إيوه. طب ما تقول له إيه إيه. طب بص دي إيوتش إيوتش إيوتش. معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير، ما يصير هالحكي، ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويي تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا، ايه رايك؟ ايه راي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي، ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجة واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كيف ما تسوي رقم احمد؟ عايز ابقى الحقيقه رقم. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خوي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي يا أخي خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول، وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ قص لحك. وينو؟ قص لحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا يا جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخويا، انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى للاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلان تاني ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة، اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا لسبونجي.
الفراشة البيئة دي؟ ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يشري هنا اسكتي انت وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا التلاتة. عملنا كوي بيست. شيرين عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. عرس سويت. طب الدهب قال احسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش المدام. ده وقته ده ده وقته. الو ها شوش. اياد يا هاني بقول لك ايه خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف ما هو ضاحي معانا. ضاحي ضاحي بيعمل معاك ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياد ما هو كل مره بيقولوا كده. اياد ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي بقول لك ايه. هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه خلي بالك نيلي وشريان هنا. ما انا عارف ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه كله تحت السيطره. سيطرت ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله هو كل شويه شتيمه شتيمه. مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ انا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه ممغنط؟ طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغمط فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره. انا دورجي لو حد جه هخبط واجري. ايه المعياله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه؟ وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه. مجرم مجرم. خلاص بقى. خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني ليه خالص؟ خده ليك خالص.
على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه وانت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه علاقه. الواحد بقى ايه يدور وهو رايق بالظبط. يلا ندور يلا بينا.